بالنسبة للكاتبة العامة عندي سفينة النائب الكاتبة العامة سلمى طفيع. بالنسبة للأمين العام سعد الجليل يقولي النائب أنت الأمين بالنسبة للمستشار أمين بالنسبة للمستشار سلمى. الإلكترونيتين بيان مراكش وجورنال هذه البلديات اللي هي معروفة بالتطور ديالها والمواكبة ديالها جميع الأنشطة اللي كتدار العمل، الأنشطة اللي كتديرهم فعاليات المجتمع المدني سواء مقاطعة جزولية أو مقاطعة أو بمدينة مراكش. شكرا جزيلا لهاد الموقعين، شكرا جزيلا لهم. أولا كيلاحظوا كي تبعتوا معنا اليوم كان الجمع العام التأسيسي الجمعية المغربية للتربية والتعويض الطبية والتمكين، هذه الجمعية اللي أول مرة تأسس فرع ديالها في منطقة سي جوزيف. إذا هي واحد الجمعية التي تبنى الشباب والطلبة الأعمال الاجتماعية في التكوين والتأطير والتمكين في مجموعة ديال المجالات منها المهنية. واليوم احنا سعداء ولنا الشرف أننا أسسنا هذا الفرع في مقاطعة سي جوزيف، كنتمنى أنه يكون فرع ناجح ويكون عنده واحد الإشعاع سواء على مستوى مقاطعة سي جوزيف أو على مستوى مدينة مراكش أو المستوى الوطني لماذا. إذا كيلاحظوا أن الجمع العام تقف الأخت فاطمة الزهراء الداجي كرئيسة لفرع الجمعية بسي جوزيف بمعية مكتبها اللي إن شاء الله غادي يهيئوا الأمور القانونية ديالهم في القريب العاجل وغتنطلق عمليات الأنشطة التي ستسهر عليها هذه الجمعية اللي كنشكروا من هذا الموقع الرئيس الوطني ديالها سيدي محمد الدوارة وباقية أعضاء المكتب الوطني ديالها اللي تقوم فينا تقف الأخت فاطمة الزهراء تكون رئيسة إن شاء الله هذا الفرع اللي غادي يكون في المستوى الذي نطمح إليه إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك. Yeah.